طيب احنا كلامنا اكيد لسه متواصل مع حضراتكم، وكلام كتير عن الاهلي وكاس العالم للانديه، وكمان المشوار القادم والتحديات القادمه للنادي الاهلي تحديدا، ويا رب نطمن على اللي جاي حتى ان كان اللي فات يعني مش هنقول سيء ابدا، مش هنقول ضعيف ابدا، لكن كان في تذبذب شويه في النتائج للاسف الشديد. خلينا نرحب على كل حال بضيفنا اللي قال لنا ان هو لسه من امبارح ما نامش عشان كان بيغطي احداث تحديدا كاس العالم للانديه بالامس، الاستاذ طبعا محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير. ده احلى تعليق النهارده هيطلع في الفقره دي طالما مفيش نوم. منورنا في المنور حركه، ومستنيين بقى الفقره تبتدي عشان نعرف حضرتك شخصيا تحب تبتدي بايه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالحدث الاهم اللي هو المباراه امبارح. طبعا يعني رغم طبعا زي ما حضراتكم قلتوا او تفضلتوا قلتوا ان هو الاهلي طبعا في مكانه ثانيه، يعني بالنسبه له لسه عنده فرصه طبعا بينافس على ميداليه اليوم الجمعه ان شاء الله على المركز الثالث والرابع، لكن في حاله حزن كبيره لدى جماهير النادي الاهلي، لان كان سبقتها حاله عشم كبير. بالظبط ده السبب، ان هو انت كان في الامكان افضل مما كان، لان انت كمان الظروف خلتك ان انت يعني المركز الثالث ده انت خدته 3 مرات، بتصل المره السادسه للنصف النهائي، ده خلى عندك خلاص جد يعني بقى عندك طموح تاني اكبر. 4 مرات على التوالي، الحكايه قربت. بالظبط خلاص بقى يعني انت كمان حقك ان انت يعني الاهلي فعلا كان يستحق يصل للنهائي بكل امانه، يعني في اي مره من المرات، لان حتى كمان النظام الجديد بقى خليك مش يعني موضوع صعب جدا 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 على اي فريق مش النادي الاهلي بس. فكانت فرصه ان انت تكتب تاريخ وتصل للمباراه النهائيه، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. عشان كده حاله الحزن او حاله الاحباط كبيره عند جماهير النادي الاهلي، لان كان في الامكان افضل مما كان. وحتى المباراه نفسها مباراه فلومينينز البرازيل امبارح كنت تشوف ان هي يعني ما كنتش تزعل لو كانت مثلا من طرف واحد، لكن انت كنت وصلت وهددت، وكان في وجهه نظر شخصيه لو كان النادي الاهلي وفق في تسجيل هدف كان هيسجل تالي، ان الفريق الهجمات المرتده على فلومينينز كانت خطره جدا، كان يقدر النادي الاهلي يستغل يعني 2-0 دي كانت ممكن تبقى طبيعي جدا للنادي الاهلي، لكن يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل. في النهايه الاهدار الفرص للاسف بيتواصل في النادي الاهلي، يا رب يبقى له حل في الفتره اللي جايه، لكن خلاص اللي حصل حصل. يعني البعض لامل اللي حصل او الشقه منه على التغييرات المتاخره، قال لك هو ليه كولر ما سرعش بالتغييرات، خصوصا ان هو كان شايف بعينه ان في اجهاد واضح على بعض اللعيبه، وليه كان في لعيبه قاعده مثلا منهم ديانج ما لعبوش، وليه كان بيرس تاو بيطلع. يعني البعض اعترض على، او يعني هي مش اول مره يعترضوا على التبديلات، بس اعترضوا وقالوا ده سبب من اسباب اللي حصل امبارح. لا انا في الحته دي بصراحه بوجهه نظر شخصيه اختلف معاها، لان هو لو كان الاهلي مثلا فاز، ما هو نفس التغيير اتاخر برضه في مباراه اتحاد جده، بس ما حدش بقى اتكلم ليه، لان خلاص النتيجه كانت في صالحك، فخلاص هو وفق. الناس مثلا زعلت قالت كوكا ازاي شارك وديانج موجود، لما الاهلي بقى كسب وعمل ماتش لا احسن ده وفق في اختيار كوكا. لا انا ما بحبش الانتقادات دي. كان في يعني وجهه النظر بتاع المدرب، هو بيقول لك مثلا طب ما في اجهاد، طب ما اللي قاعدين جنبه عنده اجهاد. وبعدين هو في حته يجب الا نغفلها، الفوز الكبير على اتحاد جده وحاله النشوه الكبيره اللي حصلت بسبب طبعا الاحداث، حسيت المباراه العربيه دي بقى بتبقى عليها اجهاد نفسي وعصبي على اللعيبه، ده خد من الاهلي امبارح. يعني الاهلي يعني خرج من مباراه فيها كبت كبير، ضغط كبير، ان الضغط طبعا مع الجمهور مثلا بتاع اتحاد جده اللي هو هنكسبكم انتوا كسبتوناش قبل كده، الحاجات اللي هي اللي فترت التهريج، بس عملت ضغط على النادي الاهلي. انت بتقابل فريق فيه بنزيما وكانتي وفابينيو الكوكبه الكبيره دي، بس ده ما اثرش فيك وقتها وطلعت باداء رائع جدا. حلو، ما هو ده نتيجه الاداء الرائع ده جالي نتيجه الضغط النفسي. يعني تقصد ان المباراه اللي فاتت دي امبارح كانت ناس بتقول لك انت هتكسبها كده كده؟ لا انا اقصد اقول حته ان هو الضغط العصبي او النفسي على اللعيبه في مباراه اتحاد جده اثرت على امبارح. بالظبط بالظبط، هو ده اللي اقصده. ولا عشان انا خارج من مباراه كان فيها ضغط بس قدمت اداء رائع جدا فالثقه عندي عليت، ف مش بتاعت الاهلي دي. دي مش صح؟ ما انا بفترض كل السيناريوهات. لا دي مش بتاعت الاهلي، ما تاثرش على الاداء. لا بعد كده ما تاثرش على الاهلي خالص، يعني مش مباراه قويه ومباراه بعدها. لا خالص خالص، لكن هو الاهلي بيبان حتى في المباراه الكبيره، لكن هو الضغط ده ليه الاجهاد؟ يعني ايه اجهاد؟ ما هو الماتشات كلها بتتلعب، مش انت لوحدك، الناس كلها بتلعب زيك. لا مش كلهم، مش كلهم. لا مش كلهم. وبالمناسبه هو ليه في فرق يعني بتيجي على الخواتيم ده ليه مانشستر سيتي يجي يلعب؟ يعني ده وصل امبارح نظام ظالم
يعني عايز اقول لحضرتك ان في فرق لعبت ماتشين زي اتحاد جده ماتشين ولسه الفريق وفي فريق ما وصلش البطوله اصلا. يعني لما اتحاد جده لعب الاهلي كان لاعب اوكلاند سيتي وبعدين لعب الاهلي واتحاد جده ومانشستر سيتي جه بعد الماتش ده بثلاث ايام مثلا. يعني ده انصاف خطا من الفيفا. التفصيله الفئويه اللي هم عاملينها عنصريه من انه كل فريق بيشارك بيعمل كاتيجوري معينه ده في حد ذاته اصلا غلط. ما هو غلط بس خلاص انا بتكلم انها هو غلط طبعا لو عايزين نناقش هو غلط او مش عادل هنقول. ما هو نظام ظالم نظام عنصري. يعني انت ليه ميزت بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه ليه؟ اللي هو الكاتيجوري ايه يعني ايه يعني مثلا والباقي كله ماشي حالك كده؟ ما هو النظام خاطئ. عشان كده راحوا معدلينها بقى في النظام الجديد اللي هو فعلا اشبه بكاس عالم بقى كل اربع سنين 32 فريق وعمل بقى التصنيف. اي نعم في برضو يعني ايه في برضو على افريقيا جاي على افريقيا وجاي على اسيا هتلاقي مثلا 12 فريق من اوروبا واربع فرق من افريقيا. بس دي بصراحه عنده حق لما تشوف ال 12 بتاع اوروبا هتلاقي ريال مدريد وبرشلونه والسيتي وليفربول ومعرفش تشيلسي وبورتو وباريس سان جيرمان بايرن ميونخ الفرق الفطاحه. لكن افريقيا فيها اللي فيها برضه. لا بعد الاربعه مش هتلاقي لما تيجي دلوقت تختار في الوقت الحالي انت عندك شمال افريقيا لوحدهم ثلاثه هتلاقي الاهلي ماشي الوداد الترجي سان داونز ممكن تضيف عليهم مين في الفتره اللي في الفتره الاخيره طبعا في اسماء كبيره مع كامل التقدير والاحترام هتضيف عليهم مين؟ الرجاء متراجع الزمالك السنه دي حتى ما شاركش في دور الابطال مازيمبي لسه راجع دور الابطال بقاله سنتين ما بيشاركش اصلا يعني هتلاقي العمليه صعبه عندنا يعني صعبه انا بقول لك بكل امانه خلينا هترجع للنظام القديم بتاع كاس العالم وكان يشارك فرقتين ايام كاس العالم كان 24 فريق كان بيشارك اثنين من منتخب 24 منتخب كان بيشارك اثنين من افريقيا مثلا مصر والكاميرون في 90 وبعدين زودوها بقى الثلاثه لان انت هتزود مين ما هي العمليه المستوى نازل فدي فيها بعض العدل لكن النظام الحالي سيء جدا مش من دلوقتي من زمان ان انت طب ماشي كل فريق من كل قاره زي ما انت عامل ليه واحد يجي يلعب ماتشين يعني ليه فريق يجي مثلا يتعادل في الماتش الاولاني ويكسب بضربات الجزاء ويتعادل في الماتش الثاني يكسب بضربات الجزاء فيبقى خد بطوله وهو لم يسجل هدف مثلا يعني صحيح. يعني ده وارد جدا صحيح. فهي نظام خاطئ جدا لكن خلاص هو الفيفا ايه تداركه مش طب الحمد لله انه تداركه دي نقطه كويسه تداركه ما هو نقطه كويسه بس مش كويسه شوف بعد كام سنه يعني الحمد لله بعد 20 سنه انا عايزه اروح معاك سريعا ناخد وجهه نظر حضرتك برضو لان احنا لا نعول ابدا اي خساره او مكسب على ظروف خارجيه ولكن طبعا. التحكيم كان فيه بجد علامات استفهام غير عاديه ما فيش اختلاف اعتقد كان في استوديو تحليلي حول ان كان في مشكله في التحكيم طب الفار يا جماعه انا ما بلجاش ليه طب هو الحكم البولندي ده كان بس شايف الاخطاء اللي من الجانب بتاع النادي الاهلي خلينا نعرف وجهه نظر حضرتك لا بقى. هي موجوده بس يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو ما ينفعش ابني عليها ما ينفعش اقول بس احنا بنناقشها بقى موجوده ما يعني موجوده يعني كان ممكن يبقى في ضربه جزاء للنادي الاهلي وحتى ضربه الجزاء بتاعه مارسيلو يعني فيها ليها وعليها يعني ممكن وممكن انا قلت ممكن يرجع للفار او الفار بس الفار اكدها لانه الراجل باكدها في انهي مره في مرتين ما لجاش للفار اصلا يعني موجود اخطاء الحكام دي حاجه موجوده مثلا احنا النهارده يعني في سياق الحلقه كنا معانا مكالمه مع الاستاذ كابتن ناصر طبعا الخبير التحكيمي وطبعا وقفنا كتير عند ضربتين الجزاء سواء اللي لينا واللي علينا ما فهمناش في الاخر يعني ليه بيكون في بعض الاحيان منطق غايب طب هو لم يلجا للفار ليه الفار ما استدعاهوش كابتن ناصر قال جزء والرد ده كان غريب قوي الحقيقه ومفاجئ بالنسبه لنا ان حكام الفار عشان الحكم اللي بيدير اللقاء ليه خبره كبيره وليه تاريخ وليه ثقل وليه زخم وكذا فكانه يعني كسف ان هو يستدعيه في الحالتين الكلام. هو ينفع كده لا ما هو في نموذج في مباراه الاهلي واتحاد جده الضربتين الجزاء اللي احتسبوا بنفس الطريقه الحكم مشى الماتش عادي والفار هو اللي استدعاه في الاولانيه وفي الثانيه هنا لعيبه الاهلي طلبت ضربه جزاء ولعيبه اتحاد جده طلبت ضربه جزاء واللي رجعوا الفار يعني في اول مره الكره ماشي عادي راح موقف وبعدين راح شاف ورجع حسب وفي الثانيه برده اللي ضيعها كريم بنزيما عامل نفس الكلام كان يجب ان ده يحصل يعني ما اعرفش الكلام بتاع كابتن ناصر عباس ده صحيح انه فعلا احرجوا ان هم يراجعوا حكم زي كده لا ده في النهايه ده بشر وممكن يخطئ ده بشر وبعدين هي ممكن يبقى مثلا اللاعب جاب رجل حد او لمس هو الحكم بشر فبيرمي بس ما يشوفهاش عادي هم اللي هو الفار عملوه ليه يعني الفار اتعمل اساسا على طريقه ان تاتي متاخره خير من الا تاتي ابدا لان ياما ناس اتظلمت بسبب الحاجات دي
فكان يجب ان ده يحصل. طبعا ما اعرفش كلام الكابتن نصر هل صحيح انه يعمل كده فعلا، ولو عمل يبقى خطا كبير جدا ان هو ما رضيش عايز يرجع حكم عشان هو افضل حكم في العالم ولا لا. طبعا مين قال ان هو افضل حكم في العالم؟ لا انا حكم كبير، حكم ماشي حكم كبير وحكم كاس عالم وكل الكلام ده على راسنا يعني، بس هو بس هذا لا يمنع شغلك على الارض هو اللي بيعرفنا انت مين يعني، ده لا يمنع الخطا. بس لكن ارجع اقول زي ما حضرتك قلت في الاول انه برضو ما نقدرش نحط دي السبب الرئيسي، لانها طبعا سبب، لان ممكن لو طبعًا هدف يجي بيحول لك المسار. طب ايه تاني ممكن نحطه ضمن الاسباب الرئيسيه؟ بالظبط ضمن الاسباب، لكن السبب الرئيسي في وجهه نظري كم اهدار الفرص السهله جدا من لعيبه الاهلي تحديدا كهربا وتاو، وكان ممكن في وقت من الاوقات حسين الشحات. اعتقد المباريات دي بتبقى انصاف الفرص بتستغلها، لان لازم. انت ما ينفعش يعني من انصاف فرص بتسجل، من انصاف فرص بتسجل. انت النهارده بيجي لك فرص واضحه وصريحه وانفرادات وبتهدرها، فلازم فبتخسر. لو كان الاهلي سجل كل الفرص اللي ضاعت دي كلها كان يعني كانت حاجه ثانيه، كانت حاجات كتيره اتغيرت، كان زماننا في حته ثانيه يعني خالص. مثلا مش هنروح بعيد، دوري الاوروبي الدور الافريقي اللي الاهلي خرج منه من نصف النهائي في كم فرص رهيب جدا يعني، انت تعادلت مع سيمبا رايح جاي 2-2 1-1 وانت مضيع 80 جول. اهدار الفرص ابتدت تشكل ظاهره اكيد مش مستحبه وتستحق ان احنا نقف عندها، بس نستاذنك نطلع فاصل ونرجع لك. بينا احنا نهدر فرص والله كمان كمذيعين في حياتنا. والله صوت وصوت جماهير الاهلي ان هم كان طبعا زعلانين شويه بسبب لا مش زعلانين شويه، زعلانين كتير لانه العشم كان كتير زي ما قلت، خصوصا اللي كان في الاستاد. بالظبط احنا وقفنا في الكلام عند تفصيله يعني سلسله اهدار الفرص المحققه واللي المكان النهائي والطبيعي لكل فرصه منهم على حده داخل الشباك مش في اي مكان تاني. صحيح دي بتكون نتيجه قله التركيز، يعني لو حيدنا عنصر التوفيق وجود التوفيق من عدمه. صحيح. دي بتكون قله التركيز ولا ضغط كبير ولا ايه؟ خصوصا ان انت عارفها، يعني انت عارفها وحاطط ايدك عليها واتكررت اكتر من مره والمدير الفني اتكلم عنها واللعيبه عارفاها واحنا عارفينها، هنحلها امتى بقى؟ مشكله اكبر مشكله النادي الاهلي دي افقدته بصراحه بطولات كتيره وافقدته مباريات كتيره طبعا. في السنوات الاخيره يعني في مباريات تخلص مثلا للاهلي 3-4 بتخلص 1-1 مثلا، مش هقول هزيمه، ده سببه الحاجات اللي حضرتك قلتها، منها الضغط نفسه، منها الضغط الكتير اللي هو ايه المهاجم ده عليه لود اكتر، عليه لود اكتر، فبالتالي والصحافه بدات تتكلم والجمهور بدا يتكلم، فبتدي بيبقى ايه بيعمل له توتر ضغط اكتر فبيخليه مش طبيعي. بالاضافه لعدم التركيز ده السبب الرئيسي، لما في بعض الفرص لما تشوفها امبارح دي مكانها الشباك فعلا، يعني لما تشوف الكره يا كهربا دي جون، يا ميرسي دي مكانها بصراحه يعني. فتيجي تشوف دي انا شايفها قله التركيز، يعني هو طبعا بيبقى خطا من اللاعب، يعني مش أكيد. يعني بيبقى خطا من اللاعب ان انت مش يعني مش عامل قدامك الحلول مثلا، لا وبيدفع ثمنها غالي من الانتقادات ما احنا بنتكلم طبعا لا وهي والحاجات دي بتفرق. يعني انا شايف امبارح لو كان الاهلي سجل الاول انا بقول لك الاهلي كان يكسب اكتر، يكسب طبعا كتير. ليه؟ لان بتشوف الكره البرازيليه كعادتها هجوميه كلها مهارات، يعني ما بتهتمش بالدفاع قوي. فكنت تشوف الهجمات المرتده للاهلي كانت خطر جدا. فلو كان الاهلي وفق في التسجيل كان هو يتفتح اكتر عشان عايز يسجل، فيبقى هجومه اكبر، فبالتالي الدفاع على حساب الدفاع، فتقدر تعمل ده اكتر. فكان ممكن لو وفق النادي الاهلي في التسجيل هدف حتى كل ما كان مبكر يسجل تاني. فعشان كده يمكن النادي الاهلي امبارح وقع في فخ معدل اعمار، ارتفاع معدل اعمار فريق في الامونينزي انه ما كبير عالي شويه. لا بس ما يعني ما حطيناش ده في حساباتنا قوي، لا يعني كان مش فارقه، معروف ان الناس اتكلمت عنه لانه معدل الاعمار بتاعهم عالي شويه مرتفع. انا كمنافس دلوقتي انا نادي اهلي بنافس، مش مهم، مش هيفرق معايا ده، مش هيخليني اتراخى في اللعب. لا مش هيخليك اتراخى يعني. بس هو كان بيراهم بقى ان يجي بعد كده في يعني الهجمات المرتده مثلا، المرتده زائد البدني في النادي في الشوط الثاني هيكون اعلى النادي الاهلي، لكن هم معوضين الحته دي بالخبرات من خلال خبراتهم ومن خلال كلهم بيهتموا المدرسه البرازيليه بالزبط اصلا معتمد على المساحات، بيهاجموا في جماعه كده في جماعه، هو الفريق جماعه يعني اشبه بالكره مش العشوائيه، يعني لعب الشارع اللي هو لا ما لسه كنت بقول والله كله يلعب كله يهاجم، عارف لما كنا نلعب في الشارع كده بالظبط كنت بص ما فيش حاجه اسمها انت مدافع وانت مهاجم، الكره قدام كلنا قدام، يعني الكره ورا كلنا نرجع ورا، هم بيلعبوا كده لان هم مساعدهم المهارات. وبعدين طبعا. امريكا الجنوبيه دي يعني الكره فيها حاجه مختلفه تماما، يعني عشان كده كان يعني لا والمشهد بتاع بصراحه يعني، وانا هفضل اقول النقطه دي، انت عمال تلعب وتضيع وقت وهبدل بدا، لا لا ثواني هنبدل بدا ايه ده لا يعني بجد بقى يعني اللي تكسبه لعبه في كره القدم، لا يا لا 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 مش هنقدر نقول مش كده، ما هو بيبان ضعفك، بيبان ان انت جاي من مدرسه عامله ازاي، مع احترامي يعني. تعال شوف لما بنلعب الاخوه في المغرب العربي
ده تقريبا انا بصراحه المشهد بتاع امبارح ده مش شفتوش قبل كده. 90 لا 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 ده الحكمه كانت بتزعق لواحد من اللعيبه. والله انا شفتها انا كنت فرحانه جدا. حاجه جنب اللي حضرتك بتتكلم عليه. اه بالظبط. انت لما بتلعب مثلا فريق من تونس او المغرب او الجزائر والنتيجه في صالحه وعلى ارضه بيحصل كده واكتر. انت ده انا امبارح المشهد كان بالنسبه لي 90 دقيقه في العمر بيجري بيكي وانت مستنيه تحس انك عايز تدخل جوه الشاشه. يعني بتبقى كان احد المعلقين يعني في لعيب ما جرلوش حاجه اللي هو وقع في الارض عشان يبقى في سلامة. المذيع قال واستراحه قصيره في يعني والله العظيم قالها كده. واستراحه قصيره صعبه قوي. لازم يبقى في قوانين. على شوفي مثلا يعني ماتش الاهلي والوداد في النهائي اللي كان في كازابلانكا قبل الجول بتاع منعم وبعد الجول بتاع منعم. قبل الجول الكره بتطلع ومش عارف مين عنده شد وكره ما تجيش عشان كده كابتن صلاح عبد الحفيظ كان عنده قاعد معاه ثلاث كور عشان الوقت لو الكره لا تدي شهيره. بعد الجون بقى لعيبه الاهلي هم بقى رجلي لا بس احنا ما بنعملش المشهد ده بصراحه. لا 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 مش توجه عام. مش توجه عام. لكن انا بقول لحضرتك ده اللي بتكسبه بتلعبه. هو بيموت الماتش بيموت بيموت بيموت. ده موتنا احنا وحرق دمنا امبارح والله. ايه ده؟ بس النتيجه في صالحه. النتيجه في صالحه والنتيجه وفي النهايه وصل النهائي. ما اجي اعمل حاجه اعمل مشهد اعمله بذكاء. ده 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 ايه ده؟ ما هي دي مدرسه. بقت حاجه يعني عارف اللي هو يا عم خلاص انت فزت بس انا مش حاسه ان انت فزت كمنافس قوي. يعني انا مش زعلانه ان انا خسرت قدامك لان انت ما فزتش اصلا بشرف. خليني اقولها يعني كده يعني ما فيش مشاكل. بس في النهايه التاريخ لا يعترف الا بالارقام. كلام حضرتك صحيح. هو هينسوا طبعا الكلام ده. الارقام هي اللي هتفرق في النهايه. ايه في المنزي في النهائي في نهائي لا يستحق. حتى لو لا يستحق. لا كريم لا يستحق. يعني هنقول ايه؟ ده احنا ابتدينا معصبيني قوي. حرام راينا هو في النهايه. يعني واحد بيهزر بس هم معصبيني جدا دلوقتي. يعني توقعات حضرتك بقى للمباراه اللي هياخدها النادي الاهلي بحثا عن الميداليه البرونزيه والمركز الثالث. اكيد طبعا بنسبه كبيره هتكون قدام اوراوا الياباني لانه طبعا النهارده عنده مباراه مع السيتي. اكيد الاوراق كلها او بلغه الورق او الارقام. بس هل هو منافس قوي الى حد ما؟ مش للسيتي لو هنتكلم ان هم هيواجهوه. طبعا الكره اليابانيه اهم من مميزاتها السرعه. والفريق ده كسبان الفريق بطل المكسيك في المباراه الاولانيه 1-0 وقبلها هو كسبان الهلال السعودي في النهائي دوري ابطال اسيا. والهلال السعودي فريق قوي مدجج بالنجوم حتى لو ما كانش بالنجوم الجداد بتوعهم مش نيمار مثلا والكلام ده بس برضه فريق قوي. زعيم زعيم الزعيم الاسيوي دي 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 حاجه أوكي. موجوده هو اللي اخرجه وجرده من اللقب. يعني للعام الثاني على التوالي كان الهلال في النهائي كسب السنه اللي قبلها والسنه الثانيه الاوراوا خرجه وهزمه وخد منه اللقب ففريق قوي. وبعدين احنا اليابان الميزه بتاعتهم مش المهارات قد السرعات. سرعات سرعات ما كان طول الوقت. فعشان كده الماتشات بتاعتهم مش سهله. يعني انا شايف انه برضو اختبار الاهلي هيكون صعب سواء مثلا السيتي ودي النسبه ضعيفه جدا او اوراوا اللي هي النسبه الاكبر انت تلعبه. لكن الاهلي طبعا يعني عنده بقى الهدف المتجدد ان انت خد بقى البرونز لكذا سبب. يعني اطلع من الموضوع بتتويج خد الميداليه للمره الرابعه على التوالي. انت داخل بقى في اوبشن ما حدش ياخد حاجه بعد كده هيبقى الموضوع صعب جدا. دي حاجه مش عارف يعني ممكن لما المسابقه تبقى اصعب ممكن يبقى في نتائج افضل. الله اعلم الله اعلم. انا بكلم بشكل عام. أيوة أيوة. كمان عندك انت السنه اللي فاتت خرجت يعني خسرت في نصف النهائي وبعدين رحت خسران المباراه الثالث والرابع قدام فلامينجو فابتدي استعيد البرونز اللي انت فقدته السنه اللي فاتت. كل دي اهداف متجدده للنادي الاهلي. اكيد النادي الاهلي اللعيبه خلاص يعني خرجت بقى من مود الاحباط بتاع امبارح والهزيمه ومتجدد لحد ما اشوف يوم الاثنين عفوا يوم الجمعه اللي هنقابل مين. يعني نتمنى اكيد. وتالت العالم مش وحش برضه. لا مش يعني وحش. ما هو احنا عملناها كتير بس انا كان نفسي بس هو الاهلي وصلك يعني ان انت تزعل ان انت شوف انت الاهلي وصلك فعلا تزعل ان انت تالت العالم مثلا. تزعل يعني وزعلان قوي ان انت مش هتلعب النهائي. يعني اللي هو شوف بس يستحق ان شاء الله وده يحقق في السنوات والمسابقات القادمه والنسخ القادمه. نورتنا يا مسيو محسن بجد. بنور حضرتك ربنا يكرمك. سعدنا بوجود حضرتك معانا وان شاء الله نشوفك على خير قريب باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي كل مكان. وبإذن الله نلتقي بكرة يوم جديد وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.